صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأيت منكرا في مكان عام وخفت على نفسي إذا أنكرت المنكر من الضرر، فهل أسكت أم أنكر المنكر وأنصح للناس؟ إذا كان ضرر كبير تخشى على نفسك من ضررها فإنك تبتعد عنهم، ما تخالطهم ولا تجالسهم، ابتعد عنهم حتى تسلم من شرهم. وأما إذا كان الضرر ليس كبيرا وإنما هو ضرر إما في كلامهم فيك أو استهزائهم بك أو في بدنك ربما يحصل ضرب منهم، إذا كان هذا متحملا فإنك تصبر عليه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان الضرر متحملا احتسبه عند الله وتمضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.